مرحبا، ممكن نتعرف باسم حضرتكم وشو مجال عملكم؟ معك رنان شعيب، مقاول مختص في البناءات من الجزائر. شو رأي حضرتكم بالمعرض؟ المعرض كان أكثر من رائع، فيه علاقات كبيرة مع شخصيات، مع شركات. المعرض هذا اللي كان الهدف تاعه أن نكسبوا خبرة منه، أن تكون عندنا أفكار جديدة نطوروا في المجال تاعنا خاصة في البناء، واللي هو مختص وهو الاختصاص تاع هذا المعرض. كيف رأيتوا مؤتمر تراب والقائمين على العمل؟ هل عندكم أفكار جديدة بتخص هذا الموضوع؟ المعرض والله من القائمين هم مشكورين، لأنه كان تنظيم هائل، الاستقبال أروع، كان في نقائص بصح على العموم كان روعة لا أبعد حد. شكرا كثير لك، نتمنى لك يوم سعيد. شكرا. مرحبا، اسمي سوي.